مروان مساء الخير. انا سنة كابتن سيف، اخبارك يا مروان؟ والله الحمد لله كابتن، في نعمه وفضل. عامل ايه، كله كويس؟ والله بخير الحمد لله كابتن. الله طبعا مزهزهه معاك، يعني اختيار المنتخب اكيد قلبك بيرفرف من الفرحه. اكيد طبعا يا كابتن، شرف لاي لاعب طبعا ان هو ينضم لقائمه منتخب مصر، يعني حاجه كبيره جدا طبعا. انت عايش مرحلتين، حاله سعاده كبيره جدا بالاختيار وحالة ترقب، هل أنا رايح زيارة وراجع؟ هل أنا هكمل فعلا؟ هل هبقى محمد عبد المنعم؟ هل هاخد الفرصة وأتألق؟ صح كده ولا أنا ماشي غلط؟ لا صح، بس إن شاء الله مش هتبقى كده بإذن الله، وأنا عارف إن أي حد يروح منتخب مصر هيبقى ليه حمل تقيل جدا، وإن شاء الله الواحد يبقى قد المسؤولية دي اللي الجهاز الفني يعني إداها له، ودي ثقة كبيرة يعني ان شاء الله بقدها باذن الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله. كلامك كده ان انت هتمسك في الفرصة مش هتسيبها. ان شاء الله باذن الله. كنت متوقع؟ ايه؟ كنت متوقع انضمامك للمنتخب؟ والله يا كابتن انا ما كنتش متوقع، بس اولا انا بسعى وبجتهد وبشتغل على نفسي على طول، وبقول يا رب، وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا زي ما انت شايف. طبعا. رأيك في اداء الزمالك ايه السنة دي؟ لا طبعا الزمالك شريك كبير طبعا، ومن احسن الانديه في افريقيا، واهلي وزمالك، واي حد اي لاعب مصري او في الوطن العربي يتمنى ان هو يلعب اهلي او زمالك، وانا برضو في نادي كبير برضو الاتحاد السكندري. طبعا الاتحاد السكندري نادي كبير طبعا، برئاسه الحاج محمد بن صلحي، من احسن وانضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي بصراحه يعني. طبعا انا سامع ان في كلام في الزمالك ولا اشاعه؟ والله العظيم يا كابتن هو كلام، هو كله بيتكلم. بس اللي فيه الخير يقدمه ربنا، واكيد يعني انا مش هعمل حاجه يعني بره عن النادي، النادي هو اللي هيشوف. انت فاضل لك كام سنه في الاتحاد؟ فاضل لي 3 سنين. انت لسه المشوار بدري. لسه بدري، فالنادي هو اللي هيقرر ان انا ابقى موجود او امشي او اقعد، فمصلحه النادي هي مصلحتي. عشان انا من النادي. معاكوا فرقه كويسه، يعني محمد مصلحي دايما الحقيقه بيعمل فرق كويسه، صفقات كويسه، ايه اللي حصل في الاتحاد السنه دي؟ والله يا كابتن احنا فرقه كويسه جدا، والحاج محمد طبعا عامل شغل كويس قوي معانا، ومش بيتاخر علينا في اي حاجه، سواء مستحقات سواء امكانيات سواء كل حاجه يعني الحمد لله، وفي كل ماتش بيساندنا سواء خساره او مكسب. فهي الكوره كده يا كابتن، زي ما الناس على طول بتتكلم، هي الكوره كده يعني، مثلا اي فرقه بيحصل لها اي ضرب، فاحنا ان شاء الله وحاولنا نحسن من وضعنا الايام اللي فاتت دي، ونبين للناس ان الاتحاد فرقه كبيره، وفي في رئاسه مجلس اداره كبيره وعلى اعلى مستوى. الاتحاد فرقه كبيره يعني، ومجلس محترم طبعا. يعني انت السنه الجايه في الاتحاد ولا في الزمالك؟ والله يا كابتن ديت عند الحاج محمد، عند النادي، عندي مش انا. استاذ محمد بن صلحي يعني. طبعا هو اللي القرار الاول والاخير. لكن انت ما حدش فتح معاك المواضيع؟ لا انا ما حدش اتكلم معايا. ولا انت مش عايز تقول؟ الاثنين عادي يعني، مفيش مشاكل. لا والله ابدا، والله ابدا، لا والله. وانا تحت امر النادي في اي حاجه. المصلحه تمشي يعني، لو مصلحتي ان انا امشي، مصلحه النادي ان انا امشي همشي، مصلحه النادي ان انا هقعد، انا تحت امر الجهاز الفني والاداره في اي حاجه. لكن انت سامع ان في كلام بس ما عندكش معلومات. ايوه انا سامع ان في كلام بس ما عنديش معنى، واكيد ده يعني، واللي سمعته ان الكلام مع الاداره يعني، انا ما حدش اتكلم معايا خالص. ماشي. وانا مسلمها لله يا كابتن، زي موضوع المنتخب كده، زي ما جه فجاه كده، وان شاء الله موضوع المنتخب ده يعني يديم طول الوقت يعني. احنا كلنا مروان مسلمينها لله، سلمها لله دايما، هتمشي ان شاء الله. طبعا يا كابتن ربنا يخليك يا رب. ربنا يوفقك يا حبيبي ان شاء الله، ويكرمك وتكسر الدنيا كده مع المنتخب. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، وانا سعيد ان انا كنت مع حضرتك النهارده والله. بشكرك شكرا جزيلا.